كل الحزن والأسى والأسف، بننعي ضحايا كنيسة إمبابة، كنيسة القديس أبو سفين. حادث أليم ومأساوي، مأساة بمعنى كلمة، لما حادث يروح فيه 41 شخص، 14 مصاب، وكم الأطفال اللي ضاعوا واتخنقوا وماتوا، أسر بحالها فقدت كل أطفالها. لما أب يفقد 3 أطفال، وأب تاني يفقد طفلين، وأب يفقد طفل، ولما أسرة تفقد الجدة والأم والخالة والثلاث أطفال في حادث، بيبقى شيء مأساوي جدا. مش عارف أقول إيه، عندي كلام كتير جوايا عايز أقوله، بس كلام واقف في زوري، مش قادر أنطق، مش عارف أتكلم. خلص العزاء مبدئيا لأسر الشهداء والضحايا، وعايز أقول كمان ربنا يرحمهم جميعا، ربنا يرحمهم ويرحمنا كلنا جميعا. الكهرباء قطعت الصبح والقداس شغال في الكنيسة، والكنيسة حسب ما سمعنا شغلت المولدات عشان الصلاة تستمر، ما ينفعش يقطعوا الصلاة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى يعني. ولما رجعت الكهرباء والمولدات شغالة، حصل ناس كهربائي. قطعت الكهرباء وعودة الكهرباء أودت بحياة 41 شخص وإصابة 14 شخص. لحد امتى هيبقى فيه كده؟ عندي اسئلة كتير جدا جوايا، يمكن اكون مخطئ، ممكن اكون غلط، ممكن اكون مش فاهم، بس لحد امتى هنعيش بالشكل ده؟ كهربا تقطع وكهربا تيجي دون الاعتبار لاي شد اي شيء واي انسان. الكهرباء بتقطع وتيجي كتير جدا في كل الاحياء، وناس تلاجات بتضرب وغسالات بتتحرق وتلفزيونات بتبوظ، ولا بيفكروا في حد ولا بيفكروا في حاجة. انا طفيت قطعت عشان اصلح، انت قطعت بدون ما تفكر اللي قطعت عليهم دول ممكن يحصل لهم ايه عشان تصلح، وما عندكش اي حاجة تانية توصلها عقبال ما تقطع وبترجع خط تاني احتياطي، ما بقيتش عارف. بالظبط زي البلاليع اللي مفتوحة في الشوارع ولا فارق مع حد اي حاجة، واحد بياكل عيش بالعربية دي يرشق في بلاعة تتكسر شاسيه عربيته ويتخرب بيته ويقعد شهر يصلح فيها ويصرف دم قلبه علشان حد ولا في دماغه يغطي البلاعة ولا يصلح البلاعة. اخر استهتار بالبشر. الكهرباء قطعت ورجعت عملت ناس طبعا هيلبسوها في المولد، عملت ناس ولعت الدنيا، ماتوا 41 و14 في المستشفى. مين يتحاسب؟ القسيس بتاع الكنيسة مات في وسط اللي ماتوا. مين يتحاسب على أرواح الناس؟ حد امتى هنعيش في حالة الولا حاجة؟ احنا بقينا عاملين زي اللي غسل وشه وايديه عشان تبان النظافة عليه، خلاص نزوق من على الوش، انما السوس بينخر جوه. انا اسف جدا انا بقول كده. حلقتنا النهارده حلقه مفتوحه من القلب
للقلب، للي عنده بقى قلب عشان يتكلم. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006. ورجعنا لكم تاني وفي بداية حلقتنا، حلقة النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. عندي رسالة بتقول: في انتظارك أرجو ذكر اسمي في البرنامج، لأن أنا وبناتي بنسمعك باستمرار من عزة كامل. ربنا يخليهم لك يا أستاذ عزة ويفرحك بيهم ويحفظهم لك من كل شر، وبشكرك جدا لمتابعتك دينا. عهد الدنيا خالص العزاء والمواساة، بشكرك جدا يا عهد. أولا نعزيك أستاذ أسامة وكل إخواتنا المسيحيين في حادث الأليم اليوم، راجين من الله عز وجل الرحمة المتوفين والشفاء لكل مصاب، ومنتظرينك طبعا من مروة بهاء. بشكرك جدا يا مروة. أنا بحبك وبعمل بكل نصيحك في حياتي، وبجد بشكرك كتير جدا يا أستاذ أسامة. منك لا سمير مسيانك لا خالص على الثقة الغالية دي. مش رايقين للكلام والحكاوي، ليلة سودة على المصريين جميعا. اللهم العون والصبر على هذا الابتلاء العظيم. من سارو جيني الأدهم غادة البنا، ربنا خليك يا غادة مرسي ليكي خالص. ليه بقينا بناكل في بعض علشان خاطر الفلوس ونسينا ربنا ونسينا المعاني الحب الطهر وحب بعضنا؟ من اسلام ابو علي ابو تيمية غمر. والله ما عارف اقول لك يا اسلام، عارف ليه بقينا بناكل في بعض؟ عشان فسدنا، عشان اصبحنا فاسدين. عشان الفساد بقى عامل زي الدود اللي بيرعى بيجري في جتة ميتة. فساد اللي أكل كل حاجة. على فكرة مهما نوضب ومهما نزوق ومهما ننظف ومهما نبني ومهما نعمر، مش هنوصل لأي حاجة طول ما في فساد. انما لما تبقى المعركة كلها اللي جاية حرب ضد الفساد، المعركة كلها ضد الفساد، حياتنا كلها تختلف. بقينا فاسدين كلنا، فاسدين في تصرفاتنا، فاسدين في اخلاقنا، فاسدين في ضمائرنا، فاسدين في علاقاتنا. الفساد بقى في لقمة العيش، الفساد بقى في كل حاجة. انا اسف ان انا بقول كده، ولكن لو ما فوقناش لنفسنا ولحقنا نفسنا وطهرنا نفسنا من الفساد اللي مغرقنا ومغرق كل اللي حوالينا، مش هنقدر نكمل. لو ما قدرناش نشتغل بضمير وبخوف من ربنا في كل حاجة، مش هنقدر نكمل. طول ما احنا بنستحل اللقمة الغلط والحرام واللي بدون استحقاق، مش هنقدر نكمل. وعلى الأسف احنا بقينا عايشين في حالة من الفساد، ليه أول ولا آخر، في كل حد، في كل مكان، في كل حتة فساد، في كل حاجة. كل حاجة بقت بالرشاوي، وكل حاجة بقت بالحسنة وبالإكرامية، كل حاجة بقت غلط. مفيش حد بيعمل حاجة صح أبدا، كله ماشي بمبدأ عك وربك يفك، ليس يطلع كويس اهو كده وخلاص، وقفش فلوس والقرشين واجري. انا بتكلم على كل القطاعات، انا مش بتكلم على، انا بشوف كل يوم وبسمع كل يوم قصص يندى لها الجبين زي ما بيقولوا.
لسه امبارح سامع قصه. طبيب في اصل حاله ايه، طب احنا نعمل عمليه وناخد عينه ونكشف ونشوفه بتاع. اما الناس راحوا لطبيب واثنين وثلاثه وعملوا تحاليل قالوا ما فيش كلام من ده. طب هي سبوبه دكتور صنايعي داخل بيشتغل في البيت، بيقيم البيت، بيقيم اجره على حسب صاحب البيت وشكل البيت ومكان البيت. مفيش ثوابت، كلها في الفل. يا ريت بقى بيقيم اجره بس، يا ريت بيعمل شغله صح، بيعمل شغله فشغله يبوظ فيبوظ لصاحب البيت حاجات بالافات مؤلفه، شراره تعمل حريقه، ماسوره تطير بيت كله وارضياته بحيطانه ببلاويه. مفيش ضمير، مفيش حاجه صح. الناس في كل بلاد العالم غيرنا، احنا بس فالحين نقول هؤلاء الاجانب الكفره بيراعوا ضميرهم على فكره وبيشتغلوا، احنا المؤمنين ما بنراعيش ضميرنا. احنا بقينا حاجه وحشه جدا، حاجه وحشه جدا، محتاجين الم يفوقنا عشان نرجع نراعي ضميرنا. هقول ايه بس، احنا محتاجين يزعق لنا نبي، ويا ريت ياكل معانا، يا ريت ينفع معانا عشان نراعي ضميرنا. انا بعتذر لحضراتكم، ولكن اعتقد الحاله اللي احنا بنمر بيها دي، كل بيت في مصر النهارده حزين. كم الاطفال اللي ماتوا مخنوقين شيء يعصر القلب. شاب مصري اسمه محمد، الولد ده ضحى بحياته علشان حط حياته على علشان يخش ينقذ الاطفال من الكنيسه، ما كانش بيفكر في نفسه. ما بيفكرش في نفسه، فكر في انه ينقذ الاطفال. ده يتعمل له تمثال، محمد ده. محمد ده راجل عنده حاجه و30 سنه وعنده اسره اولاد وخريج سياحه وفنادق، وبقاله 5 سنين ما بيشتغلش، مش لاقي شغل. طب ما احنا لو عندنا ضمير كان ده لقى شغل، كان لقى حاجه، باب رزق يفتح يعني، ياكل منه عيش هو واسرته. كم من الشهامه والمجدعه والرجوله في الشخص ده، انسان بيضحي بنفسه وعنده اسره واطفال عشان ينقذ اطفال زي ولاده ومش لاقي شغل. شيء عجيب، بقينا عايشين في مجتمع عجيب بجد، مجتمع مريض، مريض بالفساد. بقينا سود من جوه، حدش بيحب حد، بنكره الخير لبعض، بنبص لبعض في رزقنا، بنبص لبعض في اعراضنا، بنبص لبعض في كل حاجه. لازم احنا من جوانا نقول لا بقى للفساد ده. اللي مدي ايده عايز ياخد رشوه تقول له لا، واللي يقضيها لك باكراميه لا، واللي ماشي يشحت منك في الشارع لا. لا بقى، لا كفايه بقى. اللي يعمل مخالفه في الشارع لازم نبص له باحتقار، لازم يبقى عارف ان هو مخالف. البرنس الباشا اللي راكب عربيه بملايين ويفتح ازاز العربيه ويقوم حادف ازازه حاجه ساقعه من الشباك وكيس سندوتشات، نقول له لا. لازم من جوانا نقول لا. لو قلنا لا على الصغيره هنقول لا على الكبيره. لا. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم، ازي حضرتك يا استاذ اسامه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. الحمد لله. اتعرف بيكي؟ اسماء مع حضرتك. اسماء. اسماء كم سنه؟ 25 سنه. اسماء حلقتنا النهارده حلقه مفتوحه، تحت امرك، اتفضلي. شكرا.
أنا طبعا أول حاجة بقول لحضرتك البقاء لله لكل بيت مصري حزين. النهاردة بصراحة يعني كان أسوأ يوم من الحادثة اللي حصلت النهاردة. هدخل بقى، هو يعني أرواح مصرية راحت الحمد لله يا رب، إن شاء الله نعتبرهم من الشهداء ونعتبرهم مسوها من الجنة إن شاء الله، وربنا يعزي ويصبر أسرهم. اللهم آمين. طيب اتفضلي تحت أمرك. أنا بسمع حضرتك من وأنا في أولى إعدادي، يعني بسمع حضرتك من زمان جدا ومتابعة حلقات حضرتك وبحب رأيك جدا، وكان نفسي بس أخد رأي حضرتك في موضوع مهم جدا في حياتي. أنا تحت أمرك اتفضلي. هو أنا دلوقتي المفروض إن يعني كان في شاب كده صاحب أخويا، والمفروض إن هو يعني كان حابب إن هو يتعرف عليا وكده، فأخويا كان يعني وصل ما بيننا وإن هو شافني أول مرة وكده، فاتعرفت بيه وهو شخصية محترمة جدا 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 يا أستاذ أسامة بجد. يعني في أول مرة كان جالنا في بيتنا وقعدنا مع بعض، طبعا مامتي وبابايا كانوا موجودين، بس أنا يعني عندي تعليق لي. هو المفروض دلوقتي إن إحنا يعني بنتكلم وكده، بس في أول مرة إن هو جه يعني جه فيها، المفروض إن دي كانت قعدة تعارف، تمام؟ المفروض إن هو قعد يعني يحكي في مواقف، المواقف دي بالنسبة لي كانت بتقلل من يعني بتقلل منه هو كشخصية، يعني بحس إن هو المواقف دي ما ينفعش إن أنت تبقى في السن دوت تطلع منك أنت، يعني هو في حاجات كتير قوي بيحكيها بحس ان هي بتقلل منه. زي يعني مثلا هو اول مرة اتكلمنا مع بعض كان بيقول ان هو كان خاطب قبل كده، المفروض ان كان بيكون عند خطيبته بيحكي سبيشا كده كانت مع خطيبته نفسها، ان هو كان عند خطيبته وكانوا بيقعدوا يتريقوا عليه وكان هو بيخاف من الكلاب، كانوا بيحبسوا الكلاب في وشه ومواقف كده كتير، حسيت ان هو طيب انت ازاي يحصل معاك الموقف ده، حتى لو حصل معاك الموقف ده المفروض يكون رد فعلك يكون قوي. غير كده ان هو بيقعد يتكلم معايا وكل حاجه، بس لما باجي اخد رايه في حاجه بحس ان هو ما عندوش راي. هو كشخصيه شخصيه طيبه جدا وحنينه جدا، وبس لو محتاجه اي حاجه هديها لك، مع ان احنا لسه مش عارفين بعض غير من 3 شهور، انت فاهمني؟ فهو انت بس كنت منتظرة انه يبقى رجل اقوى من كده. بالضبط، انا كنت محتاجة انه انا قلت له انا بحب الرجل اللي بيزعق، يعني مش بيزعق ان هو يبقى شديد، بس يكون ليه رد فعل. يعني انا مثلا احنا مستوينا مش البنت مثلا اللي تبقى لغاية الساعة مثلا 12 ونص برا البيت، يعني احنا متربيين على كده. في الوقت دوت مثلا لو انا برا البيت ورجعة فيقولي الحمد لله على السلامة، من غير مثلا ما بيقول انت اتأخرتي ليه. ما يمكن لسه برضو عشان ما فيش دي حكم عليكي ولسه في البداية، فمش قادر يقول ده. تمام، انا معاكي ان هو احنا لسه في الاول، بس انت في فترة تعارف، المفروض ان انت تبين شخصيتك اللي موجودة جواك. يعني غير الفكرة دي مثلا احنا اتفقنا ان هو هيقرا فاتحة في الاول ويتكلمنا وبالفعل ده حصل، فالمفروض ان انا بتناقش معاك مثلا في حاجة في الفرح، اعمل ده ولا اعمل دوت، فيقول لي اعملي ده، فبقول له طب وليه ما اعملش الحاجة التانية، فيقول لي حلوة الحاجة التانية اعمليها، فبقول له لا انا عايزة رأي واحد، يا ده رأيك ايه، فما بقولش منه رأي صريح. يعني انا مش اول ارتباط لي، انا ارتبطت قبل كده. هو مش شخصية ليها يعني رأي ثابت ومش شخصية قيادية، انت عايزة حد يقود العلاقة. قيادي بالضبط، انا محتاجة شخص. هو يعني في مميزات كتير، انا مقدرش اقول ان هو شخص كويس، يعني هو شخص مش بخيل، ودي كانت يعني من قصة حضرتك. بس بالطريقة دي هيوصل لمرحلة انت هتبقي شايفة ضعيف اقل من اي حد. يعني مثلا هحكي لك برضه سيشن تانية، احنا كنا مثلا في قراية الفتح، تمام؟ حسيت ان هو كان في حد كده معايا من صحابه، فمعلش حاسه ان انت ليه كده ساكت ما بيتكلمش، هو بيتكلم معايا كويس بس رايه بحس ان ما عندوش راي صراحه. انت بتقولي كان معاه حد من اصحابه وبعدين هو كان قاعد معانا، ومثلا كان قاعد بيتكلم معايا يقول انت قاعد ساكت ما بتتكلمش، فما اتكلمش برضه ما ردش عليه. ما يمكن خجول. بص عايز اقول لك حاجه،
ممكن يكون انسان خجول جدا، ممكن يكون انسان برضو تجاربه قليلة في الحياة، ممكن يكون مكسوف من حالة انه خاطب، يعني مش واخد على قبل كده. كان خاطب قبل كده، يمكن التجارب اللي مر بيها كانت مضايقاه. ولكن اتكلمي معاه، افتحي معاه كلام، قولي له انا عايز اسال سؤال، انت ليه بتوافع على كل حاجه بقولها؟ يعني ما بيقولي انا مش عايز ازعلك. اقول له لا، انا قولي له لا، فكره انت بتزعلني لما ما بلاقيك ما عندكش راي. اه بالظبط كده. يعني انا والله اتكلمت معاه قلت له انا ما بحبش ان لازم تقولي رايك، لازم تقولي اعمل ده ولا ما اعملش ده. طبعا هو معروف ان البنت او البنوته تبقى محتاج الراجل اللي يكون معاها يكون يعني ليه رأي، تعرف تاخد رأيه. قولي له كده، قولي له انا عايز اعرف رأيك. انا قلت الكلام دوت، هو بيقول لي انا مش عايزه ازعلك. انا محتاجه ان هو مش عايز يزعلني، بس في نفس الوقت انا محتاجه ان هو يكون معايا يدعمني، احس ان هو شخص قيادي. يعني بصي انا هقولها لك بصراحه. تمام. انا ما حبيت. انت هتتكلمي معاه بصراحه، قولي له انا مش عارفه ايه الوضع، يعني الحاله اللي انت فيها دي انا مش فاهمها. ما فيش حاجه اسمها مش عايز تزعلني. افرض انا عايز انزل، هقول لك خليك في البيت وانا هنزل اسهر مع اصحابي، هروح نايت كلاب، هتقولي مش عايز ازعلك؟ مش هيعترض. لا، ما انت تقوليها له في وشه، قولي له هتقولي لا مش عايز ازعلك. يعني انا ما اعرفش، انا لما انا ما اتربيتش كده. اه بالظبط. وما اقدرش اعيش بالشكل ده. ف يعني انا مش شايفاك بصراحه، مش لاقياك. وعلى فكره لو لقيتي نفسك مش يعني مش راضيه عن شكل العلاقه، العلاقه او طباعه او شخصيته، ما تستمريش، لان كده هنخش في حته مش كويسه. ممكن يكون انسان طيب جدا وكويس جدا وخواف، بس خايف لا تضيعي منه فبيعمل كده، وده تصرف خاطئ. قولي ده تصرف غلط، ده يضيعني اكتر. اتكلمي معاه بقى بصراحه جدا، ناقشيه لما نوصل. انا يعني وصلت لي قبل ما اكلم حضرتك، بس برضو باخد راي حضرتك. لا يعني ناقشيه بصراحه جدا، لان لو ما وصلتيش لنتيجه بصراحه ما تكمليش في علاقه. انت ممكن تخرجي منها مجروحه، او حاسه ان انت ما خدتيش الشيء اللي انت تحبيه، ما ارضتيش نفسك في العلاقه دي. ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب. ومع الاسف حلقه النهارده يمكن كان من الافضل ان احنا نعتذر عنها، ولكن انا ما حبيتش يعني يبقى في حلقات كتيره بعتذر عنها، علشان الناس يعني برضو بتبقى منتظره البرنامج. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155955106. معكم على الهواء اسامه منير وابو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. البقاء لله. استاذ اسامه ربنا يرحمه ويصبر اهاليهم، احنا بنستناك بالساعه والله. كنزي ايهاب، ميرسي ليك يا كنزي خالص. ندى نودة بتقول لي في انتظارك واحلى اذاعه في ربنا يخليك يا ندى، ميرسي ليك خالص. الحب ياتي من غير اسباب، لا ياتي بمال ولا يؤخذ بجمال ولا يقاس بعمر، بل هو قدر. من الصعيدي، تحياتي يا سمسم. تحياتي يا جميل. صباح الحب يا اسامه، وحشني قوي. مين عاطف؟ صباح الفل يا مين. هو ليه لما بجد نتعلق بحد قوي بيروح في ثانيه؟ ليه مع ان الحب موجود، بس ليه بجد بنتعلق بحد الغلط، نختار غلط، بنتعلق بحد وندلق عليه؟ على فكره يا جماعه، العلاقات العاطفيه زي العلاقات الانسانيه، في منها علاقات فاسده، في علاقات سامه بتقتل العلاقه، لان لا صح الا صحيح. لما تكون علاقه سامه مش هتكمل. اذا كنا لسه بنتكلم عن الفساد، طول ما في فساد في العلاقه مش هتقدري تكملي العلاقه الفاسده، عمرها قصير جدا. انا بحترمك جدا وخلص العزاء لكل اخواتنا المسيحيين، ربنا يربط على قلوبكم الصبر والسلوان. من محمد عثمان. شكرا يا استاذ محمد، ربنا يخليك، ميرسي ليك خالص. انا بسمعك حالا ومستمتع بكلامك جدا. من محمد عثمان تاني، ربنا يخليك يا محمد. والله يا اسامه، علشان بقينا مش بنحب بعض. من جرجس عماد. لا يا جرجس، مش بنحب بعض، بقينا
بنحب نفسنا، بقى عندنا حالة من الأنانية كده. اتسرعنا على الفلوس، بقينا بنهبش ونجري. اللي يعرف يمد ايده ياخد مصارينك بيعتبرها شطارة. مفيش حد يعني، بقت الكلمة الدرجة ما بيننا كلنا، حتى الناس بتقولها عادي دلوقتي وفخر، يقول له معلش تأخرت عليك اصلا كان في ايدي مصلحة. كلمة مصلحة دي كلمة بقت درجة. اخلص مصلحة واجيلك، بقت مصلحة. يشاور على زبون يقول له ايه اصل مصلحة ايه هيشتغلوا يعني مصلحة. طب ما تقول نحتاية بقى بالمرة. يعني الواحد بقى بيخاف يخش يشتري حاجة من محل يتنصب عليه جوه المحل، مش حتى واحد في الشارع نصب عليك، ما انت مش عارف. بتخش تقعد تسأل البياع مرة واثنين وثلاثة، دي ايه، طب دي حلوة، طب دي كويسة، طب في احسن، طب مش عارف ايه، اصلا انا كنت شفت اي حاجة. انت برضو عايز تفهم انت بتشتري ايه، كأنك بتشتري من على الرصيف. مراكز الصيانة اللي بتعمل لك صيانة انت بتكلمهم وتقعد تأكد عليه، وانت معتمد، انت متأكد، ولما تقلبه شوية في الكلام تكتشف ان هو مش معتمد، بس كاتب لك في اعلانه مركز صيانة معتمد، يقول لك انا معتمد من وزارة الصناعة. ما انت لازم تبقى معتمد من وزارة الصناعة، وانت هتفتح من غير السجل التجاري وبطاقة ضريبية. انا بسألك انت معتمد من الوكيل ده ولا لا. كلمة معتمد كده بتتحط، مفيش رقابة. وبعد كده متخيل اللي مش معتمد وقال على نفسه معتمد ده هيرجع بيتهم يبقى معتمد مع مراته؟ ما هو مش هيبقى معتمد، خلاص خد على التقليب. بنربي عيالنا من طفولتهم يرد على التليفون ويقول له بابا في الحمام وبابا على جنبه، قول له اكدب يا حبيبي. يعني متخيلين ايه؟ احنا رايحين فين؟ لما منتظر ايه من الناس لما العيل بيطلع يقول له تفع العم يا حبيبي؟ منتظر ايه من الناس اخلاقها كده؟ احنا ليه بقينا كده؟ ده احنا شعب من اجمل شعوب العالم، ده احنا فراعنه يا ناس، شعب ليه 7000 سنة. منتظر ايه من رئيس حي يطلع قرار ازالة لفيلا عمرها 150 سنة تعتبر شيء اثري علشان الواحد دافع سبوبة ويطلع مطرحها عمارة؟ منتظرين ايه من كل العك اللي احنا عايشينه؟ تراثنا اتمسح بأستيكة. اتمنى انه ما يهدوش عمارات وسط البلد ويطلعوا بابراج. الناس بتحافظ على اي حاجة قديمة علشان تحافظ على تاريخ وتراث بلدها ويبقى شكلها قيم. روحوا اتفرجوا على الدنيا بره عاملة ازاي. انا مش خلونا نستقبل تليفون، معلش انا اسف. الو الو الو، يمكن التليفون زهق مني، والله ممكن يكون زهق مني. طيب خالص التعازي في الحادث الأليم، ربنا يصبر الجميع، من ميدو الماجيك، تحياتي يا ميدو. صباح الفل يا أسامة، من أحمد علي. خالص العزاء والمواساة لإخواتنا المسيحيين، ربنا يرحمهم ويصبر أهليهم، يوسف صبحي. طيب أنا ليا تعليق صغير هنا بقى. خالص العزاء والمواساة لإخواتنا المسيحيين، هنا في تصنيف. طب ما خالص العزاء والمواساة للشهداء في المطلق، مسيحيين مسلمين دول مصريين، ليه بنصنف ان الحادث ده مسيحي والحادث ده اسلامي؟ مفيش يا جماعة، كلنا مصريين، كلنا مصريين، وكلنا بنعبد رب واحد، وكلنا موحدين. واللي يقولك المسيحيين متلتين والمسلمين موحدين كذاب، ده موحد وده موحد، وهو اله واحد، ربنا واحد للكل. ده بيعبده بطريقته وده بيعبده بطريقته، وده لا يعني
يسيء لأحد، طالما في النهاية الدين ده بيقول لك خليك كويس والدين ده بيقول لك خليك كويس، الدين ده بيقول لك ده حرام والدين ده بيقول لك نفس الشيء حرام. أرجو إن احنا مصريين في بعض يا جماعة. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا أستاذ أسامة، أنا واقع في مشكلة كبيرة مع جوزي وأهل جوزي. أنا تحت أمرك. اتفضلي. وحاليا أنا في بيت أبويا. اتفضلي. أنا اتخطبت للشخص ده خطوبة صالونات. اتخطبت لي سنة ونص بالظبط. أول ثلاث شهور كان تمام وكويس معايا ورومانسي وبيعاملني بإحسان وبطريقة حلوة ولطيفة وبيحبني. بعد كده كتبنا الكتاب يا أستاذ أسامة واتغير تماما، لا بيكلمني ولا عادي يقول لي أي حاجة ولا يزورني. بقيت أقول له طب ليه بدأنا ندخل في الخناجات والكلام ده، مش فاضي مشغول، أنت عايزة واحد فاضي، وخناقات من النوع ده. استحملت وقلت الشغل والمشاكل وأهلي رفضوا إن أنا أسيبه عشان كنت كاتبة الكتاب طبعا وأنا في بلد الفية وكده. فاتجوزت حضرتك حاليا، اتجوزت لي سنة وثلاث شهور. نفس المشاكل، حتى المعاملة يعني الجنسية برضو كل فين وفين يا أستاذ أسامة. طب انت من الاول خالص شايفاه مقصر وشايفاه انسان سائع جدا معاكي، ليه كملتي في الجواز؟ ما حضرتك ان انا كتبت الكتاب، انا في بلد الفية، اهلي رفضوا ان انا اسيبه وانا كاتبه. قال لي لا اديكي سبتيه دلوقتي، يعني تبقي سايباه وانت كاتبه كتاب بس، ولا سايباه بعد الدخله؟ ما التفكير طيب الراجع بسبب البيئه اللي احنا عايشين فيها يا استاذ. ما هو التفكير الراجع ده يا فندم اللي مودينا كلنا ورا. كملي اتفضلي. اتفضلي. بس وحاليا انا زعلت في مشكله وبيت ابويا. اهلي رفضوا ان انا ارجع، دلوقتي هو باعت ناس عشان ارجع وكده، بس انا متردده يا استاذ اسامه، يعني خايف ارجع ما يتغيرش، يعني هو في حاجات كويسه وفي حاجات وحشه، بس يعني تعامله معايا هو ده اللي مخليني متضايقه ومش قادر ان انا اقاوم او شويه استحمل وشويه اتعب. لازم اهلك يقعدوا معاه وتبقى قاعده واضحه وصريحه جدا، تحط فيها نقط على الحروف. تمام. ولازم يبقى في كبار في القعده، والناس دي تقعد تربط كلام ان بنتنا تتعامل بالشكل الفلاني، ولازم يكون في اهتمام، ولازم 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 ولازم. تمام. ولو ما حصلش ده بنتنا هترجع بيتنا تاني ومش هتشوفها. انما ترجعي بتهاون ومش هتاخدي حقك، ولا عمرك هتعرفي تاخدي حقوقك. تمام. بص يعني يا بنت الناس. اي. بيقولوا ما بني على باطل فهو باطل، صح؟ فعلا صح. احنا نحط النقط على الحروف والكلام واضح وصريح، ويبقى عارف راسه من رجليه، وانه اي تقصير في حق البنت دي ليها اهل هياخدوا لها حقها. تمام. يعني انا يعني هو يجي وعادي نقعد نتكلم مع استاذ اسامة وارجع تاني؟ مش انت اللي تكلمي معاه، اهلك. أيوة. يتكلموا معاه. ايوه تمام. ما اهلي وهم بعد الكلام معاه هيقرروا اذا كانوا هيرجعوكي ولا لا. انت فاهمه؟ يعني رجوعك ده بناء على الكلام اللي هيحصل. لو كلام مش مظبوط مش مريح بالنسبه لكم ما ترجعيش. تمام. هو عصبي يا استاذ اسامه. لا عصبي على نفسه وعندي جدا. عندي على نفسه برضو. بص يا بنت الناس، عصبي وعندي شيء جميل قوي لو في الاصول، لو في الصح، لو مش في الصح مش حاجه اسمها عصبي وعندي. تمام. كل شيء، بصوا يا جماعه انا هقولها في المطلق لكل الناس، اللي بيخلينا نتبهدل في حياتنا وفي علاقاتنا الانسانيه التنازل والتاقلم على الوضع. طول ما انا بتنازل بتنازل بتنازل، الطرف التاني بياخد تنازلاتي دي على انها حق مكتسب. يعني بعد كده مش هيبقى لي عين اطلب حقي. لما بتأقلم على الوضع وامري لله وبرضى، بيبقى برضو الطرف التاني حق مكتسب، هو ده اللي عندي واحنا ده نظامنا وكنا عايشين كده طول العمر، انت ليه تفتحي بقك؟ فمن اولها كده النقط على الحروف. اول ما يحصل دروب لازم يكون في وقفه، ما بقاش في وقفه حياتنا باظت. زي ما حضرتك شايفه احنا حياتنا كلها باظت عشان احنا ما كلناش وقفه، ما كانش حد بيقف للي بيعمل غلط يقول له انت بتعمل غلط، ما كانش حد بيقف للي بيقول له صباح الخير وكل سنه وانت طيب ويا باشا نسلكها عشان نمشي لك حالك، قال له لا انت بتعمل حاجه غلط. ليه؟ عشان احنا كتير جدا عندنا شعور ان احنا مش اصحاب حق، ولكن عايزين نخلص المصلحة بطريقة شمال. ط-
طب ما تبقى صاحب حق وتمشي صح. طول ما انت صاحبة حق امشي صح، وحطي صباعك في عين التخين كمان لو فتح بقه معاكي بكلمة. ورجع لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب وفي الجزء التاني من حلقتنا النهاردة. بفكركم حلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على وقت أسامة منير وميدو على 106.10 نجوم فام. طول ما الناس ما عندهاش ضمير وفي إهمال في كل حاجة في البلد، صدقني عمرنا ما هنتطور أبدا ولا نيجي لقدام. عليه العوض ومنه العوض. الشاعر محمد أبو راشد العقبي. حاضر. والله محمد يعني الناس نفسها بقت وحشة، الناس بقت وحشة مع الأسف يعني. صباح الحب يا أسامة، وحشني قوي. بتقدم بخالص تعازي لأسر الشهداء في حادث الأليم، ربنا يرحمهم ويصبرنا. بقينا كده فعلا، محدش بيحب حد ولا حد بيحب خير لحد كده. من مينا عطف. اوكي ماشي. هو ليه بجد لما بنتعلق بحد قوي بيروح في ثانية؟ عشان احنا اتعلقنا قوي وتهبلنا قوي واتدلقنا قوي. ولسه انا مجاوب على سؤال شبه ده بالظبط. فيعني والله يا اسامه من كتر الفساد والظلم كل اللي عنده اخلاق وضمير مش عارف يعيش في البلد دي، واحنا عايشين في بحر من الفساد من شنوده المصري. بحبك قوي يا اسامه وبسمعك وانا ايه كلمه مش واضحه، ويا ريت تسلملي عليهم انا ويستاتي ويستاتي، ويا ريت تسلملي عليهم انا مش عارف اقرا الرساله. انا وبستاتي، ويا ريت تسلمني عليهم هما بيسمعوك دلوقتي. من هبه صبر. معلش يا اس مش هقدر اتابعك النهارده، عندي شغل. طب يا سيدي عادي، ربنا يعني يقف معاك ويساعدك. حاضر 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 حاضر. waiting for you نور حمزه. معلش الرسائل النهاردة عندي مكعبلة شويتين كده. أسامة، هو لو جوزي قال على أهلي أنا مش عايز أعرفهم تاني ولا يدخلوا بيتي، وهو شايف إن دي مش إهانة ودي كلمة عادية وأهلي شايفين إن دي إهانة ليهم، وهو رافض حتى يراضي بابا ويرجعني، مفيش حاجة اسمها ليه أهلك ما يخشوش بيته؟ عملوا له إيه؟ شتموه، ضربوه، اهانوه، سرقوه، ولا بيحافظوا على حق بنتهم ولا ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده. اصلها مش عافيه يعني ومش دراعي يعني. صباح الخير يا اسامه، بسمعك من وانا عندي 16 سنه. سابتني بعد ما سافرت واتخطبت، وسابت اللي خطبته من يومين بعد يومين من الخطوبه، وكنا ما بعد كذا سنه. انا مش عارف ابطل تفكير فيها، وكرامتي مش قادر اسالها واكلمها بعد اللي عملتها بعد عمل اللي عملته. بس بفكر انها ممكن تكون اهلها ضغطوا عليها تفتكر اكلمها. لا ما تكلمهاش. لو هي عايزه تكلمك مش هي اللي سابتك، لو هي عايزه تكلمك تبقى تكلمك، وفي الوقت ده بقى انت اللي تقرر اذا كنت ترجع لها ولا لا. حاضر حاضر حاضر. احب ابعت سلامي لاعز اتنين في حياتي، ابني وزوجي، ربنا يخليهم لي ما تحرمش منهم ابدا ويجمعني بيهم على خير، حبايبي ونور عيني وقلبي ام مصطفى، ربنا يرجعهم لك بالخير ويجمعك بيهم على خير باذن الله. هو ليه الحب والمشاعر الجميله والكلام الحلو بيختفوا بعد الجواز يا اسامه؟ ليه بيتكسف يمسك ايدي واحنا ماشيين، حتى مع اننا مع ان متجوزين عن قصه حب رهيبه
وتعب، ليه ما بقاش عنده وقت ليا، ليه شغله اهم مني، انا مقدرة ان الشغل ده مش بالسهل والدنيا بقت صعبة. طيب بس معقول كل الناس كده؟ طب بنتجوز ليه بقى؟ في ناس مش بيتكسف، بيستكبر ان هو يعني خلاص دي المدام، يعني ان هو يمسك ايد مراته ويعديها الشارع، مش عايز الناس تبصله كده، مع ان ده غلط. نفس القصة بالظبط قصة الراجل اللي يجي ينادي على مراته فيقول لها ايه، يا هاني باسم ابنها، يا احمد، فتقول له ايوه هو حضرتك اسمك احمد، يعني هو بيخجل انه يقول اسم مراته، يعني بحس ان اسم مراته ده في عورة لما يقول لها مثلا يناديها باسمها. الناس عرفت اسم مراته حضرتك، الناس عرفت اسم مراتك عادي جدا، يعني هي ما شافتش مراتك والعياذ بالله قلع هدومها، لا دي عرفت اسم مراتك. ما هي مراتك برضو لو راح داخلة تعمل تحاليل هيقولوا لها باسم مين، هتقوم قايلة اسمها، مش هتقول لهم باسم احمد، يعني انا احمد وجاي اعمل تحاليل، ومش هتقول حتى ام احمد. وايه يعني لما تمسك ايد مراتك؟ مش عيب انك تمسك ايد مراتك. احنا مع الاسف لما بنتجوز بناخد الامور شيء مضمون، فلما بناخد الامور على انها خلاص بقت جوازة بقى، يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي حسن الختام، لا هي مش حسن الختام ابدا، احنا مع الاسف اللي عندنا شوية تقاليد كده جايبانا ورا. اللي بيحب بجد هو اكتر واحد بيظلم نفسه، مش بيظلم حد تاني، لا اللي بيحب بجد ما بيظلمش نفسه خالص، اللي بيحب بجد بيسعد نفسه، بس اهم حاجة يعرف يحب بجد ويعرف يتعامل مع الحب. صباح الخير، احلى مساء ليك يا اسامة من كيرولوس. بيقول لي ممكن تتكلم عن البنت الاجتماعية زيادة عن اللزوم؟ على فكرة البنت الاجتماعية زيادة عن اللزوم لو محافظة على نفسها ومحط حدود كمان لعلاقات الناس بيها، مش عيب انها تبقى اجتماعية. وفي بنات كمان مش اجتماعيين بس، لا دول بيعملوا بي ار، يعني تلاقي علاقاتهم قوية جدا وبيفتحوا شغل وخلافه، دي مش اي حد يقدر يتقبلها الا لما يكون انسان عنده مخ متفتح وعارف قيمة الست اللي قدامه. زي بالظبط اللي بيسيب مراته تنزل تجيب الحاجة وتشتري وتعامل وتجيب سباك يعني هو واثق في الست دي، جاي هي اللي بتتعامل مع النقاش اللي بيدهن البيت تقول له ادهن لي احمر وازرق واصفر وبتاع ومخلصتش ليه وبتاع، يعني مش لازم تبقى هي كبة وقاعدة في البيت مستنية السيد يجي عشان يتكلم مع الناس. ما يعني احنا سنة 2022 منتظرين ايه؟ صباح الخير يا اسامة، بسمعك من سقارة، محمد صلاح عزام، فنزاتك كتير في سقارة حبيبي يا صلاح، وتحياتي لكل اهل سقارة الكرام، ده شيء يسعدني ويفرحني. يعني حبيت واحد من 3 سنين وهو بيحبني جدا، بس الظروف كانت وحشة علشان بيجهز اخته، ومش عارفة هو دلوقتي بيقول لي فاضل له كام شهر بس ويجهز، ومش عارفة استنى تاني ولا اسمع كلام اهلي، هما بيقولوا ده مش هيعمل حاجة لنفسه، وفي ناس بتجيلي وانا مش عارفة اوافق ولا لا. سمر، بص يا سمر، بقالك 3 سنين مش قادر استني 3 شهور؟ خلاص اديله فرصته 3 شهور، نخلص 8 و9 و10 10، خلاص 11 12 تكوني اتخطبتي واتجوزتي لحد تاني، لو هو مش جاهز خلصنا، يبقى على الاقل انتي اديتي له الفرصة كاملة. يعني مساء الخير يا اسامة، هو فعلا في فساد في كل حاجة حتى العلاقات، يا ريت تعمل حلقة عن الخيانة الزوجية والعك اللي بيحصل، وليه الناس كده بقت كده، انا شفت ناس اتجوزوا عرفي وهم متجوزين. احمد، اقول لك ايه، ما هو طالما ما فيش عقاب خلاص اي شيء ممكن يتعمل. يعني ايه جوز عرفي هم متجوزين؟ يعني هي بقت سايبه للدرجه دي؟ طب واتجوزوا عرفي ليه بقى؟ طب ما يعني طالما يعني إيه تفرق الورقه دي، هتفرق ايه؟ هتحلل لهم الحرام ولا بيضمنوا حقوقهم ولا يعني اللي بيعمل كده ده اتنصب عليه
ولا هو نصاب، ولا الناس دي عبيطة، ولا يعني الناس دي هبلة، ولا الناس دي ضربة حاجة؟ يعني ايه جوز عرفي هو متجوز؟ خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك اسام؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ ام عبد الله مع حضرتك. ام عبد الله، ام عبد الله، حلقتنا النهارده حلقه مفتوحه، تحبي تقولي ايه؟ انا تحت امرك. احب اتكلم عن الخيانه الزوجيه حضرتك لسه متكلم عليها دلوقتي. انت متجوزه بقالك قد ايه يا ام عبد الله؟ بقالي 9 سنين. عندك اولاد؟ عندك اولاد ايه غير عبد الله؟ عندي مريم وعندي هنا. ربنا يخليهم لك. طب اتفضلي قولي لي ايه اللي حصل. اللي حصل برضك نفس الموضوع اللي حضرتك لسه بتتكلم عليه، ان جواز العرف وهم متجوزين. جوزك اتجوز عرفي؟ تمام. هي اللي اتجوزها، هي كانت متجوزه ولسه ما خلعتش جوزها. يعني كمان هي لسه ما خلعتش جوزها؟ ما كانتش لسه خلعته. طب ده دي ومعاها 5 اولاد كبار مش صغيرين. وجوزك اتجوزها عرفي وهي لسه على ذمه راجل تاني؟ وهي لسه على ذمه راجل تاني. طب ما دي جريمه يعاقب عليها القانون. لما جيت بقى انا عرفت الموضوع، هي لسه واخده حكم الخلع من كام شهر. عملوا بقى العلاقه الزوجيه رسم. يعني هو ربطها بورقه؟ ربطها بالورقه العرف الاول لحد ما تاخد الخلع، وبعد كده تتجوز. يتجوزوا رسمي وتجوزوا رسمي. وتجوزوا رسمي. انا فضلت ساكتة واحاول ان انا امنعه من الموضوع ان هو يمشي فيه ويتمدى فيه، ما فيش فايدة. نفس الوقت عايزني وعايز الثلاث ايه. فانا برضك لحد النهاية فضلت ساكتة. طب انا هعمل ايه؟ عمال احاول معاه واتكلم واهلي يتكلموا ونبعت له ناس يتكلموا. انا اللي في دماغي عملته ونفذت، محدش هيمنعني عن حاجة. في اكبر منه ب 11 سنة. كمان. كمان اكبر منه ب 11 سنة. معاه فلوس غنية؟ ده شيء اكيد. يعني سبوبة يعني مصلحة. شيء اكيد. اللي احنا كنا بنتكلم فيه في اول الحلقة، ان كل الناس دلوقتي بتقول لك انا معايا مصلحة هخلصها. هو نفس الوقت يقول لك يعني انا مش هطول في الموضوع فترة وهتعدي. فترة يعني يقفش منها قرشين مثلا وبعد كده تعدي، ولا فترة ينبسط شويتين وتعدي، ولا ايه يعني؟ لا هياخد القرشين وهيعدي. فانا ما قابلتش على نفسي يعني الوضع. هو قالها كده بصراحة؟ هو قالها بصراحة، هي مصلحة وهقضيها وهتعدي والدنيا تتظبط والحياة تبقى مية مية ونعيش مع بعض تاني. يا نهار اسود. فأنا ما قبلتش على نفس الوضع بصراحة ربنا، وعندي بيت أهلي دلوقتي. فلأنا دلوقتي رحت اشتكيت. هل أنا بقى أنا غلطانة ولا كده خدت القرار الصح؟ لا أنت مش اشتكيتي إيه؟ اشتكيت بالنفقة وبالقايمة وهشتكي الطلاق. بصي أنت بتتكلمي بالأصول. تمام. وبعد كده الحدوته مش بس ان هو اتجوز عليكي وخانك. لا ده كمان انسان اخلاقه غير يعني مش كويسه، اللي هو ده بيتجوز جوازه عارف ان فيها مصلحه، هينصب على واحده ست وياخد منها قرشين. تمام. فانت كده ما معناها انك بتكملي حياتك مع واحد نصب على واحده عشان يصرف عليكوا بفلوس حرام. صح كده. فانت لا انت صح، انا من وجهه نظري الشخصيه انت صح. يعني هو ما بقاش ظلمت العيال. لا ما ظلمتيش العيال، ده انت كده صنتي عيالك. تمام. هو لو يرتجع دلوقتي وما يستناش الشهرين تلاتة دول عقبال ما يمسك الفلوس ويخرج مفلس زي ما هو داخل مفلس، ويرجع يقول لك غلطت سامحيني الشيطان لعب بدماغي، ده موضوع تاني. تمام. انما عايز يستمر ويقفش الفلوس والمصلحه. هي الدنيا بقت، طب بعد افرضي بعد كده خلص المصلحه وخد الفلوس يبيعك انت بقى عشان مصلحه؟ ما هو باع نفسه. عشان مصلحة. هو ده بقى اللي اهلي بيقولوه. فرق ايه عن واحدة ست باعت نفسها بالفلوس؟ اكمنه هو راجل وانت ست، ما هو راجل وباع نفسه بالفلوس. يطلق عليه ايه؟ لا يا بنتي انت صح واهلك صح، وخليكي ماشية في طريق الصح، ومع الصح محدش يقدر يلومك، لان صاحب الحق يعني زي ما بيقولوا كده صوته عالي. ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب. فكركم تاني تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وميدو على 106.10 نجوم اف ام.
مساء الحب عليك يا ملك الحب، البقاء لله، ربنا يرحم الأرواح الطيبة اللي ماتوا وهم بيصلوا ويصبر أهلهم. أنا بحترم حضرتك وكلامك صح 100%، صدقت والله يا أستاذ أسامة، الفساد بقى كتير قوي، ربنا يرحمنا برحمته. بتتكلم بقى على المكالمة الأخرانية، بتقول ده شخص غير أمين وغير محترم وهي عملت الصح، ويا ريت يا أسامة تقرأ رسائلي. أنا بحب حضرتك جدا ومتابعك على طول من اسكندرية، وأختي الله يرحمها كانت بتحب حضرتك جدا ومتابعينك من زمان. البقاء لله في أخت حضرتك، وبشكرك على الرسالة وبشكرك على الثقة الغالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا أسامة؟ البقاء لله. والله أنا زعلت قوي على الحادث الأليم، أنا حبيت واحدة بجد كنت عارفها بقالي 3 سنين ونعرف بعض، أنا شغال يعني في شركة من شركات زي التاكسي، يعني مش هقدر أقول اسم عشان الإعلان، لقيتها مع واحد كان طالبني، بس أنا مش زعلان، أنا مبسوط علشان عرفت حقيقتها. يا على الموقف، يعني هي مع حد وطالبك تروح تعمل التوصية تلاقيها هي. دي بتبقى صدمة، يعني انا عمال اتخيل انت موقفك كان عامل ازاي وقتها. مسج بتقول عايز اقول لبابا حبيبي كل سنة وانت طيب، وحشتني قوي يا حبيبي، ربنا يفك كربك العترة. معلش انا اسف جدا، الحساسية بقى هي اللي مبهدلة الدنيا شوية. البقاء لله. والله انا زلت قوي على الحادث الاليم. نسأل المسج رجعت لي تاني مع الاسف، ما بعتها لي كذا مرة. من فضلك محتاج حلقاتك على اليوتيوب، اسمها ايه يا اسامة؟ ممكن تنزل اللينك على اليوتيوب. الحلقات اسمها انا والنجوم وهواك، على صفحة نجوم اف ام على اليوتيوب، وبتنزل حلقة تاني يوم على طول، يعني انت لو دخلت صفحة نجوم اف ام هتلاقيها باذن الله كلها. يعني حاضر حاضر، انا الرسائل بترجع لي بسرعة تاني. صباح الخير يا دكتور، سلامي لبنوتي حبيبة قلبي ريحانة، بابا وماما ربنا يبارك لي فيك يا قلبي، واشوفك احلى عروسة قريبا. ماما سحر، ربنا يفرحك بيها وتشوفيها احلى واجمل عروسة. البقاء لله يا استاذ اسامة، لو سمحت قول لحبيبي ونور عيني محمود انه وحشني قوي وبحبك قوي. سلامي لصاصة حبيبي، وحشني قوي، ام العترة. لسه انا قاري رسالة من العترة نفسه. طيب احنا وقتنا بيجري، خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير. اتعرف بيكي. ازيك؟ كويس الحمد لله. طيب اتعرف بيكي؟ مش لازم الاسم. مش لازم الاسم. طب كم سنة؟ 21. مرتبطة؟ للأسف مخطوبة. للأسف مخطوبة، ليه للأسف؟ بس يا سيما انا اتخطبت من سنة تقريبا، بقالي سنة معي. اول 5 شهور والاول 6 شهور كنت عايشة فعلا زي الملكة، كان فعلا حاسسني ان انا ملكة طايرة. كان كلامه وتصرفاته تحسن فعلا، ربنا عوضني بيه. انا شايفه اثر كتير في بيت اهلي، شايفه مشاكل كتير، والتاكيد ده ربنا عوضني بيه. حتى كنت بصلي ربنا والله اشكره على النعمه اللي هو اداهاني. وايه اللي حصل؟ بعد كده مش عارفه، بقالنا بقى فتره حتى مشاكلنا بقت كتيره. تصرفاتنا حتى يعني الاول كنا ممكن نتخانق ما نقعدش ساعه على بعض نصالح، دلوقتي لا عادي، بقينا الاول نقعد اليوم كله، بقينا كده يومين ثلاثة، ممكن نروح نقعد بالاسبوع عادي ما نكلمش بعض. طب ايه سبب الخناقات؟ مشاكل تافهه يعني، بص يعني ممكن هو بيبقى متعصب يجي يصلحهم عليا، ويقعد فتره ما يكلمنيش، بقى يفتوش السكه كتير حتى الفتره دي. لا ما احنا مش هينفع، دي اهانه، وانت لو هتقبلي الاهانه هتبقى الاهانه اكبر بعد كده.
بصراحة كان بيعتذر مش عارف يعني كان أول بيقفلها وممكن يقولي معلش حقيقة علي الكلام ده كنت فرحة بس لكن بقاله فترة يقفلها كذا مرة ورا بعض خلاص بقى انسي الموضوع ويحاول بقى يعديه ولا كأن أي حاجة حصلت وأنا أحاول بصراحة أسكت مش عارف ذلك أسامة أنا بحبه. طيب حلو بس الحب ده ممكن يخليكي تقدمي تنازلات ما ينفعش تقدميها. ما هو ده اللي حاساه انا دلوقتي حاسه كره نفسي لان انا حاسه ان انا بحبه وحبه ده مخليني ضعيفه. لا ما ينفعش على فكره لما تبقي ضعيفه مش هيحبك. الراجل بيحب الست قوتها والست الضعيفه ما بيبقالهاش يعني قيمه قوي زي الست القويه اللي ليها شخصيه. فانت لازم تتكلمي معاه بصراحه ويقول على فكره انا بتضايق والطريقه دي بتضايقاني والخلافات اللي بيننا دي مش كويسه ومش كل شويه تغلط فيا وانا هسامحك المره الجايه مش هسامحك. قلت له كده فعلا يعني بقى انه يومين مخطوط خايفه قلت له كده راح قال لي انت متكبره انت مغروره. انا مش متكبره ولا مغروره انا انسانه بحافظ على كرامتي. يعني قلت له انت غلطت فيا غلط فيا قال لي انت انسانه ما بتفهميش وغلط فيا غلط كبير قلت له انت بتغلط فيا قال لي وانا غلطت فيكي قلت ايه يعني قلت له انت بتغلط فيا اهو يقول لي ما عملتش حاجه. قولي له انت تحب ان انا اقول لك انت انسان ما بتفهمش. قلت له قال لي بقى هتهجميها فيا والكلام ده وساعتها راح اقفل السكه في وشي وراح ما رنيتش تاني ولا بعت له حاجه تاني ولا مش قادر ارن عليه تاني حتى اسامه كان بعد كل مشكله. لا لما يرن عليكي تاني بقى ما ترديش. هو ما رنش للاسف هو ما رنش. مش مهم لما يرن عليكي ما ترديش لانك لازم بقى يعني يترد لك اعتبارك. على فكره بني ادم اللي ملوش قيمه وملوش اعتبار بعد فتره بيتحول في نظر الطرف الثاني لحاجه رخيصه ملهاش قيمه. خلاص اتعود ان هو يهزقك وانت تسكتي وهو ده النظام. حبتني اقول لك اخلصي بقى انت مش فاهمه حاجه اقعدي بقى يوه بقى ما تعرفينيش يعني ليه كده؟ هل الحياه تنفع كده؟ طب انتوا بتبنوا حياه وبتبنوا مستقبل اوكي؟ يا تبقى حياتك سليمه وحلوه ومبنيه على صح وفي احترام وبيحترمك وبيقدرك يا ملهاش لازمه اساسا يعني ده في مثل بيقول تغور لقمه العيش اللي بتيجي بالاهانه. دي مش لقمه عيش بقى دي حياتك كلها. ما ينفعش حياتك كلها تبقى مبنيه على الاهانه. هرجع اقولها لكل الناس تاني احنا اللي بيضيعنا ان احنا بنتهاون في حقوقنا بنتهاون في كرامتنا والتهاون ده بيخلينا رخاص. انا مش بقول كده على العلاقات العاطفيه بس حتى في شغلك حتى في علاقاتك باصحابك حتى في حقوقك المدنية في المجتمع اللي انت عايش فيه. ما تتهاونش في حقوقك لان ده بيخليك رخيص وبتتعود على التهاون. ولما بتتعود على التهاون لما بتاخد اقل من اقل حق ليك بتقول كده رضا. لا لازم تتعلم تاخد حقك بالكامل. في نهاية حلقتنا بعتذر لكل اللي سمعونا النهاردة. كانت الحلقة يعني يمكن مش على المستوى المرجو او المطلوب من كل الناس اللي كانت منتظرها ويمكن بسبب حالة الحزن اللي مخيمة على الناس كلها جميعا. عايز اقول خالص العزاء لأسر الشهداء وعايز اقول كل الشهداء ربنا يرحمهم ويعني يسكنهم فسيح جناته ودول بنحتسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء لان دول كانوا بيصلوا وتوفوا في حادث وقت الصلاة. فأطفال كتير جدا وحضانة مليانة أطفال وكنيسة كانت مليانة أطفال. 41 شهيد و14 مصاب وربنا يمد ايده بالشفاء ليهم يا رب ويقومهم على خير ويصبر أهليهم ويصبر كل المصريين. وعايز أرجع أقول تاني لازم نوعى بقى نفسنا شوية ولأن غلطة فيها اهمال فيها ايا كان كهربا بتقطع وتيجي بفولت عالي بخطأ ما ممكن يولع الدنيا ويضيع 41 روح. دول في رقبة مين بالظبط؟ وده السؤال اللي انا عايز اسأله في اخر الحلقة. الناس اللي راحت دول في رقبة مين؟ بشكركم جدا على وجودكم معايا على مدار الساعتين وعلى من نتقابل تاني يوم التلات اللي جاي في حلقه جديده وموضوع جديد. كان معكم على الهواء اسامه منير وميدو على 106.10 نجوم FM في انا والنجوم.